بس من فضلكم ما تفرغوش مضمون عمل كان فيه كرم كبير من ربنا علينا كلنا، مش على الحكومة ومش عليا ومش على البلد الناس اللي بتشتغل، لا على مصر. خايف لنكون احنا، خايف لنكون احنا بنجحد او جاحدين مع كرم ربنا علينا. الكلام ده اتعمل، مش ده الكلام اللي انا بتكلم فيه، ده اتعمل مع دولة مستهدفة بإرهاب وتطرف وجماعات قاعدة تتكلم ليل ونهار وعناصر بتتكلم بكلام لا يليق والله العظيم. يعني من الكذب، الكذب والبهتان والإفك، و يعني مش ممكن، ولكن ربنا موجود ومطلع وشايف، وما فيش كلمة هتتقال أو تتكتب إلا ما صاحبها هيتحاسب عليها، مش مني، من ربنا. إذا كنتوا بتؤمنوا إن في ربنا اللي بيكذب وفاكر إن ده، واللي بيقول إفك وبهتان على الناس، إذا كان هو مؤمن إن في ربنا، الكلام ده هيتم الحساب عليه. وصاحبه، صاحبه اللي هو بقى بيساء لي، ما عرفش الكلام ده هتعرفوه، يعني اللي هم بيكتبوا كده، دي صدقة جارية. صدقة يا دكتور مصطفى، صدقة جارية، يعني كل مسؤول في الدولة يساء لي ويتقال فيه كلام مش مظبوط، كذب، أو حتى في موضوعات من اللي احنا شغالين فيها دي ويتم الإساءة ليها أو تفرخها من مضمونها كذب، سواء بقى تقصد أو ما تقصدش. لأن أنا قلت قبل كده إن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق. يتحرى الصدق ده إنك لا تبلغ ما لا تعلمه، مش سمعت حاجة تروح مرددها وأنت لا، قبل ما تقولها بقى بنام هتنشرها على الناس، ذاكرها كويس. ف صدقة جارية، يعني أعراض الناس يا دكتور مصطفى لما يساء ليها، يعني دي هتبقى إيه؟ صدقة جارية. كل من يقراها دلوقتي أو حتى بعد ما المسؤول ده أو المسؤولين دول يقابلوا ربنا يلاقي الأجر جاي له. أصلهم شتموك، أصلهم أساءوا إليك، أصلهم حد أرى الإساءة دي فدي أجرها. الحكاية كده، أنتوا فاكرين الحكاية مع ربنا حكاية كده؟ ده مثقال ذرة، مثقال ذرة خيرا يرى ومثقال ذرة شرا يرى. اللي هيعمل طيب أجره على الله، واللي هيعمل رضي حسابه على الله.